وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله بنكمل مع بعض حلقات البيتزا، البيتزا الايطالي، لان احنا هنعمل ان شاء الله مجموعه حلقات بيتزا ايطالي، وبعد كده هنعمل مجموعه حلقات بيتزا امريكي. النهارده في البيتزا الايطالي هنعمل نوع من انواع البيتزا اسمها بيتزا بيانكا. في المطاعم عموما لما حد بيطلب بيتزا بيانكا او بيتزا بيضة، غالبا ما بيدلوا بيتزا بصوص ابيض. في بيتزا بيانكا وفي بيتزا روسا اللي هي حمراء، يعني باللون الاحمر، يعني الصوص هيكون صوص الطماطم. بس في ايطاليا وخصوصا في روما البيتزا بيانكا دي مش بصوص خالص. البيتزا بيانكا دي عبارة عن عجين البيتزا فقط، معليوش أي حاجة إلا شوية سمسم بيتحط على الوش. وفي ثلاث أنواع بيتزا بالشكل ده. البيتزا اللي هنعملها النهاردة اللي هي البيتزا بيانكا اللي هي بيتحط على وشها سمسم. في نوع تاني اسمه بيتزا شيمة. بيتزا شيمي دي بتبقى بيتزا من غير خميرة، عيش سادة برضو كده، مجرد العجينة يعني، مش عيش، ما عليهاش أي حاجة تانية. وكمان زيادة على كده إن ما فيهاش كمان خميرة، بتبقى ناشفة شوية، وعلشان كده لما بيحضروها قبل ما بتتخبز بتتقطع زي ما بنقطع مثلا الرقاق او زي ما بنقطع البقلاوه، بيعملوها كده خطوط علشان بعد كده لما تطلع من الفرن يعرفوا يكسروا العيش وياكلوا قطع صغيره، لان هي بتبقى طبعا ناشفه شويه لان ما فيهاش خميره، فما فيهاش اي نوع من انواع الهواء اللي في العجينه، بتبقى عجينه ناشفه لازم تتكسر، بالرغم من ان هي تخينه مش رفيعه، يعني بتتعمل بنفس تخن البيتزا بيانكا. وبعدين في نوع بيتزا ثالث برضو ما عليهوش حاجة خالص، بيبقى بدون أي صوص وبدون أي جبنة، اسمها بيتزا كون لسفريجولي. السفريجولي دي يعني سيزلز، يعني على النار كده بتطلع صوت كده لما بتحط على النار، بتشكشك كده على النار، لان هي بتتعمل بالدهن الطبيعي، يعني زي احنا كده ساعات ما بنجيب اللية ونسيحها، اللية بعد ما بتنزل كل الدهن اللي فيها بيفضل القطع الدهن بقى دي بتبقى عاملة زي ما تكون مقرمشة شوية. السفريجولي دي بناخد الدهن نفسه بتتعمل بيها البيتزا، مش بتتعمل بزيت زيتون زي اغلب البيتزا الايطالي، دي بتتعمل بالدهن السايح، وبعد كده بياخدوا قطع الدهن نفسها اللي بقت مقرمشه دي بعد ما نزلت كل الدهن بتاعها، كمان بيحطوها في العجين. بتبقى مفروله وبتبقى طعمها حلو قوي، بس طبعا تقيله يعني لانها معموله بدهن كتير، وكمان الدهن نفسه المقرمش بيبقى محطوط فيها. النهارده احنا هنعمل ابسط حاجه فيهم. السفريجولي دي برضو بيبقى فيها خميره، يعني عادي بتبقى مخمره العجينه بتاعتها، هي الشيمي بس هي اللي ما فيهاش خميره. النهارده احنا هنعمل البيتزا بيانكا على اصلها، والاصل مش ان يتحط عليها صوص ابيض، لكن لا، الاصل ان ما يتحطش عليها حاجه خالص، بتبقى زي ما هي كده، مجرد ان احنا بنخبز العجينه بدون اي اضافات. طبعا يعني هنحط شويه سمسم فوق الوش لان هو ده التقليدي، الطريقه التقليديه معملها، انا بيتحط شويه سمسم فوق الوش، لكن ما فيش اي نوع من انواع يعني انا جنبي هنا اضافات مختلفه للبيتزا، مش هنحط ولا حاجه من دول للبيتزا بيانكا. نبتدي نقول المقادير بتاعتها. عندنا 5 جرام خميره، يفضل انها خميره تكون طازه، ولل يعني تذكره بس ان لو ما لقيناش الخميره الطازه اللي هي بتتباع في الافران، مش هتبقى موجوده في السوبر ماركتس او المحلات، هنقسم الكميه بتاعه الخميره الطازه على 3. يعني مثلا لو انا عندي 12 جرام خميره طازه في وصفه من الوصفات، يبقى لو هستعمل خميره
مجففة اللي هي بتبقى في باكيتات كده وعاملة زي الرملة كده، هنستعمل منها 4 جرام بس. لو أنا عندي 12 جرام خميرة طازة هستعمل 4 جرام خميرة مجففة وهكذا. هنا عندي 5 جرام يبقى أنا هستعمل مثلاً جرام وثلاث أرباع من الخميرة المجففة. فبنقول عندنا 5 جرام خميرة طازة، عندنا 300 جرام دقيق بيتزا، 45 جرام دقيق قمح كامل، 250 مللتر مية، 6 جرام ملح، وعندنا 1 معلقة كبيرة زيت زيتون، وللوجه هنحط سمسم. لو هنستعمل خميرة مجففة يبقى لازم ندفي شوية مية نحطها مع الخميرة، وممكن نحط معها حاجة بسيطة سكر أو معلقة دقيق علشان تسرع عملية التخمير. لكن الخميرة الطازة مش محتاجين نعمل كده لأن هي أصلاً شغالة. يعني الخميرة الطازة لو جبناها لازم نشيلها، لو هنستعملها في خلال مثلاً أسبوع هنشيلها في التلاجة، لكن لو عايزين نقعدها فترة لازم نحطها في الفريزر، لأن طول ما إحنا سايبينها في درجة حرارة الغرفة أو حتى في التلاجة بس فترة أطول من أسبوع هنلاقيها بتشتغل وبتخمر وهتبوظ مننا. لما نيجي نستعملها مش هيكون فيها أي فعالية، لأن خلاص الفعالية بتاعتها هي استخدمتها إنها تبتدي تأكل في نفسها. يعني لو ما بتلاقيش أكل زي سكر أو دقيق الخميرة بتبتدي تتغذى على بعضها وبالتالي بتموت بعضها. يعني حطيت الدقيق، أحط دقيق القمح الكامل، أحط الخميرة، بحط الخميرة في ناحية وبحط الملح في الناحية التانية، ما بحطش أبدا الخميرة والملح فوق بعض. أحط الزيت والمية ونخلطهم كلهم مع بعض. أوكي. أول العجينة ما تبتدي تلم زي ما احنا شايفين ابتدت تتجمع، بنقعد نخلط العجين حوالي 10 دقايق. طبعا في البرنامج مش هقعد 10 دقايق اضرب العجينه، فبنتوقف بعد ما العجينه تبتدي تلم، لكن احنا لما نعملها في البيت لازم نفضل نعجن فيها 10 دقايق. ليه؟ لان بنقوي خيوط الجلوتين الموجوده في العجين. احنا عايزين نقوي خيوط الجلوتين زي ما بنقول دايما، وقلنا قبل كده ان خيوط الجلوتين بتتقوى بثلاث حاجات. اول حاجه السائل اللي بنحطه، لان الدقيق العادي ما فيهوش جلوتين. الدقيق العادي قبل الناشف يعني الجاف زي ما هو موجود كده في الباكيت بتاعه ما فيهوش جلوتين. هو اللي فيه نوعين بروتين لما بيختلطوا مع اي سائل بنحطه معاه بيكون جلوتين. نوعين البروتين دول هما الجليادين والجلوتينين. الجليادين والجلوتينين زائد سائل بيكونوا الجلوتين. فأول حاجة محتاجين عشان نعمل خيوط الجلوتين هي إن احنا نضيف سائل للدقيق. تاني حاجة إن احنا لازم نضربه، لأن الخفق أو الضرب اللي هو سواء بالإيد أو في العجانة أو غيره ده برضو بيكون وبيقوي خيوط الجلوتين، بنفضل نعجن فيه بيقويه. تالت حاجة هي الوقت، وعلشان كده من أهم الحاجات اللي في البيتزا أو في العيش أو في أي مخبوزات إحنا بنعملها إن إحنا نسيب عملية التخمير تقعد مدة طويلة، أو حتى بدون تخمير لو إحنا هنعمل مثلا عجينة لحاجة ما فيهاش تخمير بس عايزين خيوط الجلوتين تبقى قوية، بنسيب العجينة طول الليل في التلاجة. ده بيساعد على تقوية خيوط الجلوتين، ومش بس كده ده كمان بيساعد على إن البكتيريا اللي هي الخميرة تبتدي تهضم الجلوتين لينا. يعني لما بنسيبها حوالي 12 ساعة 16 ساعة لحد ما نستعملها نخبزها، البكتيريا بتقعد تتغذى على البروتين اللي هو الجلوتين وبتهضمه قبل إحنا ما ناكله، وبالتالي
الحساسية بتاعت الجلوتين موجودة دلوقتي كتير قوي عند ناس كتير، لأن الناس بتعمل المخبوزات بطريقة السريعة مش بالطريقة القديمة زي ما كانوا بيعملوها أيام زمان، ولسه بيعملوها لحد دلوقتي في الأرياف وفي القرى، اللي هم بيسيبوا الخميرة طول الليل ويخبزوها الساعة 4 أو 5 الصبح لما بيصحوا. دي صحية أكتر بكتير، وبالتالي حتى الناس اللي عندها حساسية من الجلوتين مش بتتعب لما تاكل النوع ده من العيش، لأن الخميرة هضمت الجلوتين لينا، هي اللي عملت الشغل لينا وجسمنا احنا ما تعبش فيه. دلوقتي احنا جاهزين بالعجين، وما عندناش خلاص غير السمسم بس نحطه عليها، فنطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نشكل البيتزا، بيتزا بيانكا اللي هي فاضية ما عليهاش حاجة، ونخبزها في الفرن. أهلاً وسهلاً بيكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض البيتزا بيانكا. البيتزا بيانكا بعد ما بنخلص العجين بنكورها وبنحطها على صينية وبنسيب الصينية في التلاجة طول الليل، وطبعا لازم نغطيها بكلينج فيلم علشان ما تنشفش في التلاجة، وعلشان برضو كلينج فيلم ما يلزقش فيها زي ما هو لزق دلوقتي. يفضل ان احنا ندهنها بشوية زيت او نرشها لو عندنا السبراي بتاع الزيت يبقى حلو قوي، بحيث ان هي ما تلزقش في الكلينج فيلم او الورق البلاستيك. اخد العجين، طبعا هتهبط لما اخدها، والبيتزا بيانكا مش لازم خالص ان احنا نفردها بالنشابة او بإيدنا حتى، كل اللي بيحصل ان احنا بنعمل فيها بإيدينا بالشكل ده زي بالظبط ما بنعمل في الفوكاتشيا، يعني هي نوع من انواع برضو الفوكاتشيا بس ساده خالص، وال الاشكال اللي احنا بنعملها بايدينا دي بتساعد ان هي تتفرد وكمان بتسهل السوى بتاعها. اوكي، شكلها عموما بيكون بيضاوي، بنرش عليها شوية سمسم. السمسم يفضل ان هو يكون مش متحمص، ده متحمص فممكن يبقى اغمق شوية، لكن لو سمسم مش متحمص يكون احسن. وبعدين بندهن وشها بزيت زيتون، زيت الزيتون اللي بيتحط على البيتزا في الاخر أو عجين البيتزا في الآخر بيبقى مهم جدا، لأن فرن قوي زي الفرن بتاع البيتزا ممكن يحرق وشها من غير الزيت ده. بندهن الزيت على العجينة كلها، وطبعا ده بيساعد ان السمسم كمان يلزق فيها. احط شوية دقيق بسيط على البيل او المطرحة ونحط البيتزا عليها. نساوي الشكل، وبعدين هنحطها في الفرن. الفرن
بما ان العجينه دي تخينه شويه مش بيتزا رفيعه، بيتزا بيانكا بتبقى زي الفوكاتشا شويه بس ارفع شويه من الفوكاتشا، وبالتالي محتاجه 3 4 دقائق كده في الفرن، فمش عايزين الفرن يبقى على حاجه علشان ما تتحرقش من بره ومن جوه تبقى مش مستويه. اوكي هحط البيتزا في الفرن، بس مش عايزه الجزء الاخير ده يبقى نازل كده عشان تتحرك. اوكي وطبعا وهي في الفرن لازم نقلبها النار من ناحيه واحده. طبعا الكيرف ده او الدايره دي بتاعه الفرن بتوزع الحراره، لكن برضو طبعا النار من ناحيه واحده، فلازم نلفها علشان تستوي وتتحمر من كل الجهات بنفس الطريقه. لو هنعمل حاجة زي البيتزا بيانكا وزي الفوكاتشيا، الفرن بنوطيه على أكتر حاجة نقدر عليها، وبيبقى درجة الحرارة بتاعته حوالي 250. البيتزا الرفيعة العادية ممكن نعلي درجة حرارة الفرن عن كده يكون في حدود 300 لحد 350، بيبقى حلو للبيتزا زي بيتزا نابوليتانا اللي عملناها مع بعض قبل كده. وطبعا احنا هنتحكم في الفرن، لقيناه هادي شويه بنعليه، لقيناه عالي بنهديه. بنقيس الحراره بتاعه الفرن ب الانفراريد او ميزان حراره بتاع الانفراريد، ودرجه الحراره بنقيسها على البلاطه دي بتاعه البيتزا، مش بنقيس الفرن نفسه، مش بنقيس على الحديد أو على المعدن، بنقيس البلاطة اللي عليها البيتزا. طبعا البيتزا الرفيعة خالص زي النابوليتانا وغيرها بتاخد حوالي دقيقة بس في الفرن، مش بتاخد أكتر من كده. برضو بنقلبها بنفس الطريقة أو بنلفها يعني، لكن طبعا البيتزا اللي هي تخينة شوية زي دي البيانكا أو أنواع الفوكاتشا المختلفة بتحتاج وقت أطول. هي تقريبا استوت دلوقتي، دخلتها جوه شوية لأن طبعا الفرن جوه أسخن من برة، فأنا بس عايزاها تتحمر. هي خلاص استوت، فلو عايزينها تتحمر أسرع بندخلها الفرن من جوه. أوكي وبكده تكون البيتزا بيانكا بتاعتنا جاهزة. زي ما احنا شايفين اتحمرت وهي سادة خالص، ما عليهاش غير السمسم بس. بتتباع كتير والناس بتطلبها كتير، خصوصا الصبح الناس لما بتروح الفرن الصبح بيبقى فيه كتير بيتزا بيانكا موجودة، والناس بتفطر بيها مجرد بس العجينة بدون أي حاجة. طبعا اللي يحب ممكن يحط عليها حاجات زيادة، بس مش هتبقى بيتزا بيانكا، هتبقى فوكاتشيا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وإن شاء الله نكمل مع بعض حلقات البيتزا في الحلقات القادمة، ونعمل أنواع مختلفة منها مع بعض، ويا رب تعجبكم. أشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله.